كابتن ايمن، مباراه فيوتشر وفاركو الماضيه يمكن شوط اول مختلف عن شوط التاول، لكن دائما وابدا البدايات بتكون مهمه خاصه للكابتن علي ماهر. فاز بهدف مقابل لا شيء، خسر الشوط الاول كاداء لكن كسب في مجمل المباراه ثلاث نقاط. اعتقد لفيوتشر مفيش اجمل من كده، ان يبتدي الدوري بفوز وعلى فريق صعب. فاركو فرقه مميزه جدا، لكن الصدام كان عنيف، وشوط اول كان لفاركو والشوط الثاني كان لفيوتشر. تدخلات علي ماهر الفنيه نقلت فيوتشر لمستوى تاني في المباراه باسلوب التعامل في منطقه نص الملعب. عجبني قوي طبعا التغييره بتاعت ايمن الصفاقسي، عملها ازاي ودخل عمر كمال عبد الواحد في قلب الملعب جنب احمد رفعت، حصل هنا التوازن او التفاهم او اكثر فعاليه وقوه. لكن كانت مباراة مهمة قوي، الأعصاب كانت مشدودة. اللي ابتدوا المباراة الفرقتين مرعوبين من بعض وهم بيبتدوا الدوري، لكن ادينا لهم كل الأعذار. لكن رغم ان في لعيبة كتير قوي في الملعب ما ينفعش تديها أعذار، ان في لعيبة منتخبات موجودة في الملعب في الفرقتين ولعيبة لعبوا في الزمالك والأهلي، فكان يفترض الشوط الأول يطلع أحسن من كده. لكن الشوط الثاني أعتقد فيه تحسن. خلينا نقول البداية دايما بتبقى صعبة. علي ماهر استفاد قوي من الثلاث نقاط دول، استفاد ان هو هدي الامور، هديت عنده، قدر يتكلم مع اللعيبه، هيعمل تعديلات فنيه معاه فرقه تقيله قوي، معاه لعيبه كتير قوي يقدر يستغلهم ويقدر يقدمهم بشكل مميز جدا. نعم، زائد ان هو لسه بيكتشف علاقته باللعيبه دي على المستوى الجماعي والمستوى الفردي. يظل احمد رفعت بالنسبه له هو اللاعب اللي عنده الكرياتيفيتي، عنده الابداع اللحظي اللي يقدر يعمل لك جون، يصنع لك لعبه حلوه، يعمل لك لعبه جميله. احمد رفعت لعيب مؤثر على درجه مميزه جدا، والهديه اللي جات له بايقاف القيد في نادي الزمالك عمر كمال عبد الواحد كمان زودته قوه، وهو عارف يستغله كويس قوي. يعني برافو على علي ماهر انه عارف يستغل عمر كمال عبد الواحد بشكل مميز قوي. لكن تظل المفاجاه الصفاقسي، الولد اللي على الشاشه ده سرعه قوه مهاره، مميز جدا، ذكي جدا، عمل اضافه في وقت قليل جدا. أعتقد هيبدأ. بس هيبدا طبعا، شخصيته باينه، لاعب ليه شخصيه. ولما بيكون عندك في فرقه بتبتدي لعيبه عندها شخصيه مفيش اجمل من كده. فيوتشر النهارده عنده ماتش بيحلم فيه انه يعمل نتيجه. شوف الفارق الزمني الرهيب ما بين تاريخ انشاء الاتحاد ببطولاته وانجازاته ونجومه، والنهارده فيوتشر عنده افكار الثلاث نقاط يقدر ازاي ياخدها. صحيح. نتيجه ان هم حضروا نفسهم بشكل مميز جدا. اعتقد الاتحاد بيعاني طول عمره من البدايات، يعني اول نص ساعه في ماتشات الاتحاد كلها مليانه مشاكل على المستوى الدفاعي، مش بس كمان زي ما الكابتن محمد عمر والكابتن فاروق وضحوا بالعناصر الغايبه والمجموعه اللي غايبه، لكن دايما درجات التركيز هي مشكله حسام حسن. لان الاربع تجوان اللي دخلوا فيه لما تيجي تتفرج عليهم متنوعين، اخطاء دفاعيه متكامله، يعني واحد قلبي الدفاع مش ماسكين كويس، المنطقه اللي قدام ال 18 فاضيه ما فيهاش الخط لاعب نص الملعب المدافع اللي يقف فيها، التوظيف والتوزيع كان ضعيف جدا. لكن مباراه خسروها لكن رجعوا فيها فحسوا ان هم كسبوا. صحيح. ان انت ترجع من 4-1 ل 4-4 اعتقد ده تعادل بطعم الفوز زي ما بتتقال الجمله كده بالظبط، وحاجه تزعل احمد سامي اللي برضه يحسب ليه عمل مباراه رائعه، لان الناس نسيت احمد سامي قوي وبص الجزء الاخير من المباراه ان حسام حسن عارف يرجع ازاي. لكن احمد سامي ابتدى بقى المباراه بشكل رائع جدا. اتفق برضو طبعا مع الكباتن ان التغييرات فرقت معاه قوي في عمليه السيطره على منطقه نص الملعب. بس حسام حسن كان ذكي، تجاوز منطقه نص الملعب، لعب على اطراف الملعب والكرات الطويله في اعماق دفاعات فرقه سموحه، ونسي منطقه نص الملعب كتير، وده ذكاء حسام حسن. لما بيصلح اخطاء جوه الملعب. انا عارف ان النهارده مباراه قد تكون هي مهمه قوي للفرقتين. الاتحاد بادي بتعادل بأداء في الشوط الأول ضعيف جدا، في حسام حسن ما عندوش غير النهارده يحاول يكسب، بس الخصم جاي وعنده كل أطماع وأحلام وأفكار إن هو يكسب كمان ثلاث نقاط ويحط نفسه في منطقة تانية تماما. أعتقد مباراة الاتنين مدربين فعلا واللعيبة هتكون لها شكل تاني نتفرج على المباراة.